تتكلم عربي تقول الله إن الفجر لم ينصلى. الأرض بتتكلم عربي. صباح الخير تمارا. صباح النور. على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة اللي اشتريتهم امبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات اللي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بزبالة. يو، ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول 3 شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟ جبت شفرات بلجيكية، لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بقى أقل منها نحلق بشفرات بلجيكية؟ الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. ها، لقيتهم، رح أحلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي. شو عم تشربي؟ شو بدي أشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة أمريكية، نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلتلك لازم تقاطعي البضائع الأمريكية؟ قلتلي، بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان، فورا بتلحشي بزبالة وبترجعي للقهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركي. ولك يا حبيبتي يا تمارا، ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي، اشربي أي شيء، عصير، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا، شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما احلانا والله، عند اخذت الزمن عم نشرب قهوه امريكيه، ما احلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الامريكي؟ طبعا لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. واذا ما سكرت معامل القهوه بامريكا وقعدوا صحابة يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل، وبكرة بتشوفي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. محتاج العدل القوة. أنا شنطة العمى. شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا، يا تمارا، تمارا. خير شوفي، ليش عم تصريح؟ شو جاب معجون هالسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرشي اسنانها الا بمعجون امريكي. قلت لها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي، متعودين؟ فقست بتمكن هالكلمة؟ القائمة اللي اعطيتكم اياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لاقول لك انت وبنتك، شبه معجون اسنان الوطني؟ شبه؟ هلا ما عاد يسوى؟ قلت لها هالحكي لشذا، بس قال ريحة المعجون الاسنان الوطني مو حلوة. ها، مو حلوة؟ يعني ريحة امريكا احلى. ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، اعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي انت وبنتك. ها، مو متعودة على هالنوع من الشفرات، عم تنتع تنتيع، الله وكيلك عم يتنتف معي شعر تنتيف، صارت دقني مثل جلد الدجاجة المسلوخة. شفت شلون هدنك الشفرات أحسن؟ يعني لو حلقت دقنك فيهم ما كانت تنجرحت.
معلش يا ستي خليها تنجرح، ما في مشكلة أبدا. شو يعني نزل لي كم نقطة دم؟ شو قيمة هالكم نقطة دم قدام أنهار الدماء يلي عم تسيل بفلسطين الحبيبة وبالضفة وبجنين وبيت لحم؟ يلا أنا نازل على الشغل، بدك شي؟ لا سلامتك حبيبي. صحيح شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله إذا بدك توفري اعملي معكرونة بلبن. بصراحة أنا اليوم مو جاي على بالي أطبخ، حاسة حالي تعبانة شوي. إيه معلش روحي، شو عليه؟ ريحي حالك وأريد الطبخ إن شاء الله. أنا رح أوصيلك على أكل جاهز من السوق ولا يهمك. على شو بتحبي أوصيلك حبيبتي؟ يلي بدك يا، يعني شغلة خفيفة، يا ستيك يا همبرجر يا هوت دوغ. لا حبيبتي لا، لا هاد ولا هاد. من اليوم ورايح بدك تنسخيلي الستيك والهمبرجر والهوت دوغ من خاموس حياتك، بدك تنسخيهم بالمرة. لكن شو بدنا نتغدى؟ يا ستي رح أوصيلك على حراق بأصبعه أو كبة لبنية أو لحمة بالصحن، يعني المهم أكلة هيك تراثية وطنية. مثل ما بدك. وبالنسبة للسلطة شو رح تجيبها؟ ها ها يا ستي رح أجيب لك سلطة أرمنية أو روسية، لأن روسيا من طول عمرها قلبها معنا وهي يلي وصلتنا لهون، وفي أواصر صداقة متينة بيننا وبينها، بقى مو غلط أبدا إذا أكلنا سلطة روسية. شو علي؟ يلا أنا رح ألبس، بدك شي؟ الله معك. يلا صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، حدا سأل عني شيء؟ لا ابدا استاذ، ما حدا سأل. اصبح وصيلي على فنجان قهوه وسط الله يرضى عليكي. بس قهوه عربيه ها، او تركيش كافي، ما في مانع. تكرم عينك استاذ. شكرا. شامم ريحه مو عاديه يا نسرين. كيف يعني استاذ؟ بصراحة شامم ريحة برفان أمريكي. برفان أمريكي؟ ورجيني أنينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل، هاي هي أستاذ. يا حيف عليكي يا نسرين، يا حيف. كل شي توقعته منك إلا أنك تبخي برفان أمريكي على جسمك العربي. لك أنت ما عم تشوفي تلفزيون أنت؟ ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظي الانحياز التام بالموقف الأمريكي لصالح الأعداء؟ بتعرفي إنه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على أطفالنا الأبرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي أستاذ، أنا كتير آسفة أستاذ. بالحقيقة هي إجتني هدية وإلا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هدية مو لازم تستعمليها منوب، كان لازم تكبيها بالزبالة. لأنه إذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الأمريكية فأكيد رح تسكر معامل المكياج بأمريكا يا ستي، وإذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات. مزبوط ولا لا؟ أكيد أستاذ. أصبح يلا رجعي على شغلك، ولا بقى تتلقي من أي إنسان أي هدية مشبوهة بيكون أفضل. حاضر. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. يعني كان ضروري يسفقني كل هالمحاضرة مشان فخة برفان. إيه ها ها ها. أستاذ عروة دراسي صارت جاهزة. أنا دراسة؟ الدراسة اللي طلبت مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج، لاحقين عليه. قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ. وليش عم تشتري أوعيك من البالي بقى؟ الشغلة معروفة أستاذ، لأنه أرخص. يعني بصراحة أنا ما عندي قدرة أني أشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت أنه مرسوم على التيشيرت علم أمريكي؟ بصراحة أستاذ ما انتبهت. ما بصير يا أخي ما تنتبه، ما بصير منوب.
يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه امتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص امريكي والشارع العربي كله من المحيط الى الخليج منتفض بوش السياسه الامريكيه؟ لك شو انت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي انت؟ جاوبني. بلا استاذ انا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص اللي كان بسرعه اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك. شو ما كانت النتائج؟ هلا بدي اشلحه؟ ايه طبعا هلا، لكن ايمتى؟ طب وشو بدي البس؟ شو بيعرفني؟ هي مشكلتك مو مشكلتي. يلا اشلح عوام. أنا نسرين، اطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. ايه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي خليه يأمن تغطية صحفية للحدث وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة. بالكثير. الله معك. الموت لأعداء السلام. الله وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لك التانية، قال شو اجانا. مرحبا، اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهون؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لكن؟ ما بيصير هالحكي يا جزا، ما بيصير. شو وين عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسه المشبوهه فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الامريكيه ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبيه المتراصه. ما بقول لك لا، بس هي يا بابا لغه مو بضاعه، يعني صعب كثير نقاطعها، خصوصي انه اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولى بالعالم. انت عيني اتعلمي انجليزي، ما حدا عم يقول لك لا، بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الافضل لتعليم اللغه، يعني بصراحه ما في قدامي غير المدرسه الامريكيه او المدرسه البريطانيه. ولك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لانه كمان السياسه البريطانيه ادنها بالسياسه الامريكيه، هيك اقول لك يعني. طيب افترض اني سحبت من الدوره، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد. عندك مثلا دار اللغات الحيه والسبع تلسون، عندك دار كيف ترطون. بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية، بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، ترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قالك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخد موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معهد؟ شو علي؟ هو انت يلي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي، مثلا عندك كتاب تعلم الإنجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على أشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى انه هالسلاسل هي كمان أصلا إنجليزي أو أمريكي. طيب يا ستي، جيبي سيديهات كمبيوتر. كمان سيديات جاية من هنيك. شو الحكي؟ عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شي بحير.
تمارا؟ 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 أهلين عروة، شبك؟ شبك فايت ملهوة؟ هاتي البشارة يا تمارا. خير إن شاء الله، شو في؟ إجت موافقة الفيزا. أنو فيزا؟ لك الفيزا تبع أمريكا. عروة ما فهمت علي؟ بسيطة، رح فهمك، لأني بصراحة ما خبرتك من الأول مشان أعمل لك إياها مفاجأة. يا ستي، قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفارة الأمريكية مع طلب فيزا، وهلأ اتصلوا فيني وقالوا لي إنهم قبلوا الطلب وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعانتني من الفرحة، صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلاً شو بدي روح ساوي هونيك؟ لا يا تمارا، لا، شو هاد؟ لا تغلطي، أنت لازم تروحي تولدي هنيك بأمريكا. يو، وليش حتى أولد بأمريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك حتى المولود ياخد الجنسية الأمريكية دغري. وليش حتى ياخد الجنسية الأمريكية؟ شو؟ لك ليكو الغشيمة ليكو؟ ولك حدا بيصح له ياخد الجنسية الأمريكية وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما أنه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام. أبو سعاد، يا أبو سعاد. إيه جيت. ليش عم تعيطي؟ شو شايفتيني أطرش يعني؟ يلا الغدا جاهز. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو هاد يا أبو سعاد؟ شو قصتك أنت؟ خير؟ شو في؟ إيه كمان اليوم برغو؟ شو بدي أطبق لك يعني؟ أوزي؟ ليش لا؟ ليش لحتى ما ناكل أوزي؟ مناكل اوزي بس يعني جيب مصاري لحتى اطبخ لك كل يوم اوزي. مصاري؟ خلاص خلاص، منيح البرغول، من شو بيشكي؟ نعمة كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو وين سعاد؟ بالوظيفة، ما بقى الا تجي. ليش ما انتظرناها لكان؟ هي قالت تغدوا، لا تستنوني. ها؟ اجت سعاد. مرحبا. اهلين بابا. اهلين امي، منيح اللي لحقتينا، يلا تقبريني عدي تغدي. لا بس هي اسمها خيانه عظمى، يعني شلون بتبلشوا غدا قبل ما اوصل؟ ولا همك بابا، لسه ما بلشنا، يلا تفضلي قبل ما يبرد الاكل. يلا بابا. قريت جريده اليوم بابا؟ لا والله معفن قلبي من الجرايد، بقى اتركي الجريده وعدي كلي. يلا بابا يلا. هلا اتركوا لي الاكل شوي واسمعوا لي هالخبر العظيم. لك امي تغدي وبعدين بتقري لنا اللي بدك اياه، حتى لو كان الخبر المنشور عن بابا. نعم؟ عني أنا؟ يو، وشو جاب سيرة أبوكي للنص؟ شلون شو جابها للنص؟ ما جوزك من أهم المجاهدين اللي حاربوا ضد فرنسا. ذكريها لك بنتي ذكريها، حاكم أمك مو قايمتني من أرضي. هلأ اسمعوا شو مكتوب. يبدأ قريباً المخرج نبيل الفاعسي بتصوير مسلسله الجديد محمد الشامي. محمد الشامي؟ يعني أنا؟ سامعة أم سعاد؟ سامعة طلع اسمي. لك سامعة سامعة، خليها تكمل المخلوقة، كملي أمي. وهو يتحدث عن سيرة المجاهد محمد الشامي والذي كان له دور بارز في النضال ضد المستعمر الفرنسي، وحتى الآن لم يتحدد اسم الممثل الذي سيقوم بدور المجاهد الشامي. شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا بنتي، الحقيقه انا مندهش تماما. ليش بابا؟ يعني منيح اللي لسه في ناس عم تتذكر محمد الشامي. لانه معلومك صرت مثل الارميه القديمه. شو عم تحكي انت بابا؟ ما احلاهم ما يتذكروك بابا، انت تاريخ وضروري هالاجيال الجديده تتعرف عليك. طيب وانا لك بنتي ما راح يحطوني بالمسلسل؟ اي طبعا اكيد بدهم يحطوكي، يعني معقولة مرت المجاهد محمد الشامي ما يكون لها دور أساسي بالمسلسل؟ طيب مو مكتوب اسم الممثلة اللي بدها تاخد دوري أنا؟ لا مو مكتوب لأنه ما حددوا الأدوار، بس بكرة بنعرف كل شيء.
يا ريتهم يعطوا الدور لفاتن حمامة. فاتن حمامة فرد مرة أمي. ليش عم تضحكي وليه؟ ولك أنا مرت مجاهد كبير اضرب واطرح، وحدة مثلي لازم تاخد دورها ممثلة كبيرة مثل فاتن حمامة. بعدين تعي لقلي، يعني لو كانوا أذكياء كان المفروض يسموا المسلسل باسمي أنا مو باسم أبوكي. وليش بقى؟ يعني مثل فيلم زوجة رجل مهم وأبوكي رجل مهم وأنا مرته، يعني المفروض يكون اسم المسلسل زوجة المجاهد محمد الشامي. لك شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ شو جنيتي يعني؟ هذا اللي كان ناقص والله. أصلاً أنت شو عملتي فهميني؟ يعني لا رفعتي بارودة بوش فرنسا، ولا هربتي على الجبال وتخبيتي هنيك، ولا طلعتي بمظاهرة. ما اختلفنا على هالشي، بس نسيت مين كان ياخذ لك الزوادة لما كنت متخبي بالجبل؟ اي والله والله لولاي كنت مت من الجوع وكان لزق قطك بظهرك. ما اختلفنا. ولا نسيت لما اندحشت البارودة بقلب الحاف وحطيته باليوك لما اجت الدورية تفتش البيت؟ ما نسيت يا ام سعاد، ما نسيت. بس هذا مو معناته انه يسموا المسلسل باسمك ام سعاد. اي لا سيدي، لازم يسموا المسلسل باسمي. لك شو انا حرف ناقص؟ ماما ارجوكي خلصنا بقى، يعني معقولة تتخانقوا من شان هيك شغلة؟ المسلسل تسمى وخلص، والكلمة الزايدة ما لها فايدة. اخ يا سعاد، على الله يجيبوا انطوني كوين ليمثل المسلسل. انطوني كوين؟ ليش لا؟ سعري بسعر عمر المختار. صحيح بابا، بس انطوني كوين مات. شو الحكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت لحق يمثل لي هالدور قبل ما يتوفى. ايه مو مشكلة بابا، بسيطة، بلاقوا غيره، ممثلين كتار. يا ترى مارلون براندو مات هو التاني ولا لساته عايش؟ كل اللي حكيتوه على عيني وراسي، بس امتى ممكن نبلش تصوير؟ يا استاذ مثل ما شرحت لك كل شيء صار جاهز، الاستاذ عاصم استكمل النص، والانتاج جاهز، واماكن التصوير تحددت، بقيان عقبه واحده. الممثل الرئيسي مو هيك؟ بالضبط، لانه كل الادوار توزعت مع هذا الدور الرئيسي، ما عم لاقي ممثل يناسب هذا الدور. يا حبيبي، اسمع استاذ عاصم، معقول هذا الحكي؟ يعني بين كل هالممثلين اللي عندنا ما عجبك حدا؟ يا استاذ مو قصة عجبني او ما عجبني، كل الممثلين بهالبلد على عيني وراسي، بس انا بصراحة عم فكر جيب ممثل بيشبهه لمحمد الشامي. شو رايك استاذ عاصم؟ بصراحة استاذ ممدوح انا ما بحب اتدخل بتوزيع الشخصيات. أنا سلمتكم النص وخلصت مهمتي، بس أنا شايف إنه الأستاذ نبيل معه حق. طيب يا جماعة، حدا بيعرف شكل محمد الشامي الحقيقي؟ لحظة، يمكن معي صورته. إن شاء الله ما أكون نسيانة، بس عليك. شرف أستاذ. مين بيشبه يا ترى؟ أستاذ عاصم؟ ما في غيرك يخدمنا هالخدمة، لأنه أكيد قابلت محمد الشامي وحطيت بذهنك الممثل اللي ممكن يشبهه. بالعكس، أنا بحياتي ما قابلته يا محمد الشامي. شو الحكي؟ لك شلون كتبت مسلسل عنه بدون ما تعرف عليه؟ ما لقيت في داعي أبدا، لأنه كل المعلومات اللي بدي إياها أخذتها من رابط المجاهدين. بعدين بصراحة أنا تقصدت هالشي، لأنه إذا بدي قابله وخليه يحكي عن حاله بيجوز يبالغ شوي. معك حق، بعدين في احتمال يكون خرفان ومو متذكر شيء. يا جماعة الله يخليكم، ايمونا من محمد الشامي وخلونا بالممثل هلا، اليوم لازم نلاقي حل هالموضوع، ما عاد في وقت. استاذ نبيل، باعتبارك المخرج، سؤال فني لو سمحت. تفضل. يعني ضروري الممثل اللي بيلعب دور المجاهد محمد الشامي يكون نجم؟ لا طبعا مو ضروري، انا اللي يهمني يكون ممثل، ممثل وبس. طيب شو رايكم كمال الحفار؟ اعوذ بالله، ما بيمشي حاله ولا بشكل، بعدين صار مستهلك ومحروق كثير، ويمكن صار لعبان دور المجاهد ضد فرنسا بأكثر من 5 مسلسلات. طيب شو رأيك بعلاء رشيد؟ خطر ببالي استاذ، بس استبعدته، لأنه أخونا بالله كبران راسه ورافع مناخيره للسماء، على شو ما عم بعرف. بعدين بصراحة أنا ما بقدر أضبطه وقت الشغل، ولا شو رأيك استاذ عاصم؟ فعلا هالممثل انتزع من وقت ما أخذ دور الباشا بمسلسل طيني وعطيني. بس يا جماعة لقيتها، شو رأيكم بسالم أبو ريشة؟ أحسنت أستاذ، هذا هو فظاعة كيف كان غايب عن بالي. لا والشبه بينه وبين محمد الشامي كتير كبير. عفوا يا جماعة، مين هذا سالم أبو ريشة؟ ولو يا أستاذ ولو، هذا اللي لعب دور المعقد نفسيا في مسلسل هجرة العناكب إلى العناكب. لك هذا اللي لعب دور الحشاش بمسلسل سهرة بزريبة.
عفوا كمان ما عرفته. شو بالظاهر الادوار اللي كان ياخذها صغيره؟ ايه صغيره استاذ صغيره. هو بالحقيقه ممثل عادي ولهلا ما صار نجم، بس انا بتصور انه الفرصه اللي رح ياخذها هون هي فرصه عمره ومن بعدها رح يصير نجم. ايه طبعا، لانه اذا مثل دور المجاهد محمد الشامي رح يرتفع للسماء. اصبح خلص اوكي، اعملوا اللي بتلاقوه مناسب وخبروني. انا بستاذن. الله معك، مع السلامه. مع السلامه، ان شاء الله يكون رقمه مكتوب عندي. نجم الكوميديا الجديد محمد هنيدي لا خلاف مع استاذي عادل امام. سالم، ما حكوا معك من شركه بيت سحم الدوليه؟ مو على اساس بدهم يحكوك بهذا الاسبوع؟ والله ما بعرف، غريب ليش ما اتصلوا. يعني معقول يكون بدهم يعطوا الدور لغيرك؟ لا تستبعدي، كل شيء معقول بيعملوها. يعني دخلك هلا الدور اللي حكوا معك مشانه كبير؟ ما بو شيء، يعني بدك تقولي حوالي 20 مشهد. لك يا ستي ماشي الحال، نعمه كريم احسن من بلا. هلا انت لامتى بدك ضل عم تشتغل 20 و30 مشهد؟ يعني سالم حلك تاخذ فرصه كبيره بقى. البركه انت صار لك 20 سنه عم تشتغل بالفن، عدم المؤاخذه سالم انت ما عاد صغير. شو بدي اسوي يعني؟ ماشي الحال الله كريم. الو نعم. اهلا. ايه موجود طبعا موجود. وين بده يروح يعني؟ ايه على عيني تكرم عينك. اهلين. المنتج ممدوح الغر. لا. الو، اهلا وسهلا، تحياتي استاذ غري. يا اهلين وسهلين. كيفك استاذ سالم؟ نشكر الله ماشي الحال. بدي اسالك، يا ترى مرتبط بشي اعمال بالوقت الحاضر؟ لا لا ابدا مالي مرتبط بشي. ليش عم تشتغلوا شي هلا استاذ ممدوح؟ ايه والله عنا مسلسل جديد اسمه محمد الشامي وراح يخرجه الاستاذ نبيل الفاعصي. ايه صحيح سمعت عنه، وبصراحة يعني متمني يكون إلي دور فيه. توقعاتك بمحلها أستاذ سالم، لأنه إلك دور مهم كتير. بس ما يكون شغلة 20-30 مشهد، لأنه بيني وبينك يعني مليت من الأدوار الصغيرة أستاذ. لا لا ولا يهمك، الدور اللي عنا أهم بكتير. أنت شرف لعنا على المكتب وبعدين متفاهم. أوكي أستاذ ممدوح، بعد ساعة بالكتير بكون عندكم إن شاء الله. أهلين وسهلين، الله معك، مع السلامة سيدي. عرفتي مين ممدوح؟ هذا ممدوح الغرب تبع شركة معربة. هلا أنت رايح على معربة؟ لك لا، شو على معربة؟ رايح على مكاتبهم هون بوتستراد مزي. رايح البيس. الله يوفقك. على عيني وراسي أستاذ، بس ما قلت لي شو الدور؟ دور محمد الشامي. محمد الشامي؟ شبك وقفت، عود أستاذ سالم. لا بس الواحد يعني أستاذ سالم، بتصور إنه هاي الفرصة هي فرصة عمرك، وهذا دور البطولة المطلقة، يعني عندك حوالي 500 مشهد. 500 مشهد؟ ارتاح ارتاح استاذ سالم. صدقوني يا جماعه انا ما بصدق اللي عم بسمعه. يا سيدي لازم تصدق منشان تركز معنا ونجهز العقد. شو رايك اعطيك نسخه عن المسلسل تقراها وتقرا دورك فيها بعدين نتفق على العقد؟ لا لا استاذ انا ما بدي اقرا شيء، خلاص موافق على بياض. يعني معقوله اتدلل على هيك دور؟ عظيم عظيم كثير. بقدمك تاخذ منا على الدور يا استاذ سالم. لا سالم بدك تراعي كثير الاستاذ ممدوح. يا سيدي صدقني ما رح اخذ شيء، وانا مستعد العب هالدور ببلاش حتى اثبت للناس بعد هالعمر اني ممثل ممتاز. ما في شيء اسمه ببلاش، بدك تشتغل بدك تاخذ حق تعبك. اصبح طالع لي هالعقد استاذ ممدوح، طالعه لك وانا مستعد وقع لك على بياض، وبعدين حطوا انتم الرقم يلي بتلاقوه مناسب. يا سيدي الله يبارك فيك. تفضل سيدي. وهي نسخه على العقد. هنوده يا هنوده. أهلين سالم، طمني شو صار معك؟ باركي لي يا هند، باركي لي. اللهم اجعله خير، على شو بدي بارك لك؟ وقعت ومشي الحال. ما فهمت عليك، على شو وقعت؟ بتمسكي أعصابك إذا قلت لي؟ لك إيه بمسك. إيه عادي لك عادي. يا ستي أخذت دور البطولة بمسلسل محمد الشامي. لا، عن جد عم تحكي؟ يعني بطولة بطولة ولا بطولة تانية ولا تالتة؟ بطولة مطلقة، أعطوني دور المجاهد محمد الشامي بالذات. غريبة، والله ما عم صدق. ليش أنا اللي مصدق؟ عادي لك عادي. أنا مستغربة إنه هدول الشركة كيف بيغامروا وبيعطوك هيك بطولة؟ قلة نجوم بالبلد. لك وتاني شو عم تحكي؟ ليش بني أنا؟ بشو زايدين عني هالنجوم يلي شايفينهم؟ كلياتهم بديو مثلي بعشرين وثلاثين مشهد، هيك لحتى إجت فرصتهم وصاروا النجوم. معلش يا سالم، خلينا نكون واقعيين شوي. يعني أنت صار عمرك 50 سنة ولحد هلا شبه مغمور وما إلك شعبية.
عدم المؤاخذه يعني الناس بالزور حتى عم تعرفك، بقى شو اللي خلاهم يغامروا فيك ويعطوك هيك دور؟ هو الحق معك تسالي هيك سؤال، بس على قولهم انا بشبه المجاهد محمد الشامي الاصلي كتير. هلا فهمت. هلا شبنا بهالحكي، يعني سواء كنت بشبه محمد الشامي ولا بشبه محمد علي كلاي، المهم اني اخذت فرصه عمري اللي عم بحلم فيها. فعلا يا سالم، هاي الفرصه فرصه عمرك واجت لعندك برجليها، لذلك لازم تعرف كيف تستغلها وتلعبها صح. صدقيني رح العبها صح ورح اورجي كل الناس مين هو سالم ابو ريشه، وبكره بتشوفي. عفوا استاذ ممدوح، انا ما بحق لي اتدخل، بس يعني عفوا مين هو هذا سالم ابو ريشه لحتى ياخذ هيك دور؟ ليش شو الغلط؟ لا يا استاذ ممدوح، هذا الدور بده نجم كبير لحتى يقدر يحمله. مثل مين يعني؟ لا بس لعمة عرفك استاذ، يعني انا بصراحه توقعت تعطيني هذا الدور لي، لانه على القليله اذا اخذت الدور انا فالعمل بيتوزع على اسمي بالمحطات العربيه، ولا ما خطر ببالك هيك شيء؟ ولو يا استاذ، انت على عيني وراسي، بس المشكله الرئيسيه انك ما بتشبه المجاهد محمد الشامي. لا اسمح لي لك يا استاذ ممدوح انه هذا العذر غير مقنع نهائيا، لانه بالمكياج كل شيء بيصير. هلا خليني اقول لك مثال، مثلا احمد زكي لما لعب دور جمال عبد الناصر كان بيشبهه شيء؟ لا ما بيشبهه بنوم. وصابرين لما لعبت دور ام كلثوم كانت تشبه شيء هي الثانيه؟ كمان ما بتشبهها. ها شفت شلون؟ على كل حال يبدو انك انت متغير معي وما بعرف شو صاير لك، او مثلا يعني حابب تسترخص ومستغني الاجر اللي باخذه عاده. هذا الحكي معك منه فايده، لحنا وقعنا العقد مع سالم ابو ريشه وانتهى الموضوع. ايه الله يوفق، انت ادرى بمصلحتك، المهم انا عملت اللي علي وحكيت الحكي، والحكي كله مشانك او مو مشاني، انا مالي مصلحه نهائيا، لانه هيك عمل مهم بده نجم مهم، مو سالم ابو ريشه. ليش شو سالم ابو ريشه حبيبي؟ بكره رح يصير نجم وانا رح اصنعه مثل ما صنعت غيره. عفوا استاذ ممدوح، كيف بدك تصنعه يعني؟ يعني مثل ما بيصنعوا النجوم باوروبا وامريكا، يعني عن طريق الحملات الاعلانيه والاعلاميه الضخمه والمدروسه، ممكن اصنع من سالم ابو ريشه نجم حتى قبل ما يمثل الدور. هي فكرتك معقوله كتير، بس يبدو لي انه تنفيذها كتير صعب. اخي قدام العمله وفت المصاري ما في شيء صعب، لانه انا كمان بهمني يتوزع عملي على كل الدول العربيه، ومستعد اصرف على هالحمله الاعلاميه مليون ليره، واذا اقتضى الامر ممكن ادفع مليونين، يعني من هون لشهر زمان ممكن تشوفوا صور سالم ابو ريشه متسطره كل اغلفه المجلات الفنيه بالوطن العربي، وراح تشوفوا بمعظم البرامج على الفضائيات، وراح ادحش ودهش بمناخير العالم قبل ما يصور عندي مشهد واحد بالمسلسل. بقى شو رايك؟ بس انت هيك يا استاذ ممدوح بدك تحرق. بالعكس بالعكس تمام، انا عم بصنع وما عم بحرق. ما بعرف، انا حاسس انه في شغله انت مانك حاسب حسابها. شو هي؟ يعني الشيء اللي عم تزرعه انت هلا بده يجي غيرك يحصده. فهمت عليك، وهي حاسب لحسابها كمان. انا رح وقع مع سالم ابو ريشه عقد احتكار لمده 3 سنوات، يعني انا الوحيد رح اقطف نجوميته واربح من وراه. بقى شو رايكم؟ معلم فعلا معلم. شو هالعلاقه المسطي هلا هيك كاتبين بالجريده؟ ها ليكم محطوط باخر صفحه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ملقوا غير هالممثل ليعطوه دوري؟ بالفعل هزولات يا ام سعاد، يعني كومبارس صغير بده يمثل دور المشاهد محمد الشامي، العمى بقلبهم على القصة يخرب بيتهم. ما بتعرف بابا، بجوز سالم ابو ريشه هذا اللي مو عاجبك ينجح بالدور اكثر من غيره. لا تنسى انه بامريكا بيجيبوا واحد من الشارع وبيعملوه نجم. ليش يعني مع النجوم رشيد عساف او جمال سليمان او سلوم حداد ما بينجح؟ بينجح، وستين بينجح كمان، بس هذا اكيد سالم ابو ريشه مع واسطه ثقيله او حدا فارضه فرض من فوق على المسلسل، يا اما بيقرب المنتج مبين الشغله ما بدها تفسير منوب. طيب ودوري انا مين اخذه؟ هلا تركينا من دورك ام سعاد، لا تزعجينا عند المساء، ان شاء الله تاخذ دورك العفاريت الزرق مو مشكله، لانه انا المجاهد محمد الشامي مو انت. العمى هالحاله الكل بده يتفيا بظلي، وانا مسلم قرعتي للشمس وعم ترقعني رقع وما حدا حاسس فيني. اخ يا ربي اظلني بظلك يوم لا ظل الا ظلك. لا والله يا حبيبي، الاربعاء الجاي ما بقدر، لانه عندي 3 لقاءات صحفيه. نعم
كمان الخميس ما بقدر. ايه لانه عندي برنامج على الهواء. ايه اسمه حوار على المكشوف في فضائية بوبي تيل. كمان ما بقدر يوم الجمعة. لا لانه عندي برنامج نجم على الهواء بفضائية MFN. طيب اسمع لقلك. انا حتى ريحك رح اطلب منك هالطلب. اكتب لي انت الاسئلة وبعت لي اياها بالفاكس. ما عندك فاكس؟ خلاص انحلت المشكلة تماما. ايه وانا لما بفضى بجاوبك عليها وبرجع ببعث لك اياها على الفاكس. منيح هيك؟ وهو كذلك. ايه لك حلال المشاكل. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا فيك. الله معك حبيبي. مع السلامة. الى اللقاء. اوف يا شو هالشغلة هاي؟ تاري النجومية صعبة يا هالنودة. ايه هذا لسه ما انعرض المسلسل والصحافة لحقتني على الدعسة. بقى كيف لما بده ينعرض؟ اكيد رح انطوش طوش. انطوش حبيبي انطوش انطوش وان شاء الله عمري انا ما تفضلي. ليش مين وانا مين وانا؟ ولك مين قليل الذوق اللي عم يرن لي وانا عم تابع مسلسلي؟ قالوا نعم. اهلين استاذ نبيل. ايه ايه طبعا طبعا عم شوف الحلقه. الله يبارك فيك يا رب. او شكرا لجهودك الطيبه. اوكي استاذ. اوكي اوكي بنحكي مع بعض بعد ما تخلص الحلقه. مع السلامه. يلا معك. مع السلامه. هذا المخرج نبيل الفاعسي. شو بابا؟ كيف شفت الحلقة؟ ما بقى شيء. ماشي حالك. عملي لنا كاسة شاي بابا. كأني شايفتك مو راضية. ايه والله يا بنتي مو راضيان كتير. ليش بابا؟ لأنه في شغلات كتير مخربطين فيها. مثل شو يعني؟ يعني في واحد عاملينه بطل مع أنه غطى على قلبه لما سمع صوت رصاص ولما فاق هرب من ساحة المعركة ورجليه بالهواء تخلي. ما بعرف ليش هيك عملوا. لا وفي واحد مغوار وما بيهاب الموت وابن بلد وهو اللي هاجم الدبابات وخلاها تنسحب قبل ما تفوت على الضيعة وتدمرها ما جابوا ذكره منوب. يعني لو سألوني يا بابا كنت حكيت لهم كتير شغلات ما بيعرفوها. لك ليش هيك عملوا؟ شو كانوا بيخسروا؟ ما بتعرف بابا. بجوز دوروا على عنواننا وما لقوا. ولك بنتي لو بدهم ياني كانوا نكشوني نكش من تحت الارض. بس هن ما بدهم ياني. على كل حال كتر خيرهم اللي تذكروا يعملوا لي مسلسل لانه بالنتيجه ما لنا عليهم شيء والحقيقه فضلوا فوق راسي. والله ونقشت معك يا ابو سعاد. نقشت معي انا وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ البلد كلياتها عم تحكي عن مسلسل محمد الشامي. يعني مسلسل طويل عريض كله عم يحكي عنه. ايش قليلة هي ابو سعاد؟ لا والله مو قليلة يا عمي. لا شو قال؟ هذا المسلسل مكلفهم حوالي 40 مليون ليرة. هيك سمعت. شو هالحكي؟ 40 مليون؟ شو ابو سعاد؟ ما اعطوك شيء من هال 40 مليون؟ ليكو التاني شلون بيحكي؟ وليش لا يعطوني؟ وشو دخلني انا اصلا؟ لا لي ممثل ولا لي مؤلف ولا لي مخرج. مزبوط. بس لولاك ما كان صار هالمسلسل كله من عين اصله. ليش فكرك يعني قليل اللي عم يربحوه منه؟ ما شاء الله وكان عم ينعرض بخمس ست محطات فضائيه بنفس الوقت. يا سيدي الله يرزقهم. انا مالي معهم شيء. يعني ما احلاني والله على اخرة عمري روح اقول لهم اعطوني مصاري لانه عملت قصتي مسلسل. قسما عظما ما اعمل هيك لحتى انزل من عيون هالامم اللي اشتغلت بالمسلسل. ما احلاني وعاملها والله. لك سيدي تصطفل انت حر. واحد غيره كان زنقن بمرح الشغله. تعرف والله لو انا بيعملوا قصه حياتي مسلسل ما بقبل اقل من مليون ليره. ليره تنطح ليره. بقى حواليك شي حدا يكتب لي قصة حياتي يا ابو سعاد؟ انت قصة حياتك بتصير اربع مسلسلات مو مسلسل واحد. يا اما مسلسل طويل مثل كاساندرا.
يا عمي والله النسوان الأربعة اللي جوزته بيطلع منه 60 حلقة بدون مطمطة. الله عليك. تسلمي لقلبي. على عيني وراسي. الله معك. مع السلامة. شو أستاذ ممدوح شو قررت؟ يا ترى حتشارك بناديو التلفزيون تبع المسلسل اليوم؟ ليش أنا شو دخلني؟ بالعادة نحن المنتجين ما بنحضر هيك ندوات، نحن بس بندفع مصاري والبروزة لغيرنا، يعني مثل ما بيقولوا المصاري والثقافة ما بيجتمعوا. الله وكيلكم يا جماعة، أنا مال قلبي من الندوات والصحافة والتلفزيون والمجلات. لا وكلهم بيسألوك نفس الأسئلة، شو انطباعك؟ شو رأيك؟ شو اقتراحك؟ شو شعورك؟ كم ولد عندك؟ شلون مرتك بالبيت؟ معلش استاذ، هي ضريبة النجومية. يعني فينا نقول هلأ انه الاستاذ سالم ابو ريشي صار نجم؟ نجمه بس؟ يقول سوبر ستار على سن ورمح. استاذ سالم، يا ترى لأي حد تأثرت بشخصية محمد الشامي؟ هو الحقيقة انا تأثرت بشخصية محمد الشامي كتير، لدرجة اني تقمصت تماما. يعني كثير من الأحيان بفكر حالي محمد الشامي مو سالم أبو ريشة، وبتصرف على هذا الأساس. حتى الناس لما بتشوفني هلا بالشوارع عم ينادوني محمد الشامي، ليكم محمد الشامي، شوفوا محمد الشامي، شو عمل محمد الشامي، ما عم ينادوني أبدا باسمي الحقيقي أبدا. طبعا هذا دليل كبير على نجاح العمل وعلى محبة الناس لمحمد الشامي، قصدي لحضرتك طبعا. أستاذ نبيل، شو ممكن تحكي لنا عن التجربة الإخراجية بهذا المسلسل؟ أبو سعاد، ليش ما عزموك على هالندوة؟ يعزموني إلي؟ وشو المناسبة لحتى يعزموني؟ شلون شو المناسبة؟ ما المسلسل كله عنك ولسه بتقلي شو المناسبة؟ مزبوط بابا، أمي معها حق، يعني كانت لفتة كتير حلوة من هون لو دعوك على الندوة وكرموك. بابا هي الندوة للفنانين وبس، وأنا مو فنان، بس بكرة إذا عملوا ندوة للمجاهدين أكيد ما رح ينسوني. لا والحقيقة يعني أنا مفرت حماسي أثناء تمثيل هالشخصية، مريت بمواقف طريفة كتير. ممكن تحكي لنا شي موقف طريف من هالمواقف؟ إيه على عيني وراسي. في مشهد من المشاهد المفروض فيه إني أهجم على ضابط فرنسي ودق بخوانيه أو أمصع له رقبته مصع، وبالفعل لما هجمت على الممثل يلي عم يلعب دور الضابط الفرنسي كنت رح أمصع رقبته مصع عن جد يعني. ولولا ما يركضوا عمال الإنتاج ويخلصوا الزلمة من بين إيدي كان يمكن راح فيها. الله قدر الله. لا وفي مشهد تاني المفروض فيني إني إلحش حالي عن ظهر الحصان وهو راكب، مشهد صعب صعب طبعا، شو الحكي؟ أي طبعا. واقترح المخرج الأستاذ نبيل الفاعصي الله يوجه له الخير إنه يجيب دوبلير للدور بدالي لحتى يلحش حاله. مزبوط، لأني خفت عليه كتير الأستاذ سالم وقتها، بس أنا ما قبلت وأصريت إني صور المشهد بنفسي رغم خطورته الكبيرة، وبالفعل لحشت حالي عن ظهر الحصان مثل الوحش الكاسير. بس إن شاء الله ما تكون تأذيت. للأسف انصبت من هاللحشة، انفكشت أصبعت رجلي وانبرق ظهري واضطريت ارتاح 3 أيام بالبيت. ألف الحمد لله على سلامتك يا أستاذ. يمكن في معنا اتصال. ألو، مساء الخير. أهلين مساء النور، تفضلي. ممكن أحكي مع الأستاذ محمد الشامي؟ إيه تكرمي، شو الاسم؟ مريم بصمجي. ممكن أحكي مع الأستاذ محمد لو سمحتي؟ تفضلي، بس قصدك الأستاذ سالم أبو ريشة. تفضلي. أستاذ نحن كتير كتير كنا معجبين فيك، يعني بالفعل إنك بطل وبترفع الراس، خصوصي بالمعركة اللي قتلت فيها 3 جنود فرنساوية بالشبرية تبعك. يا ستي الله يخليك ويحفظك، شكرا كتير، تسلمي لي. وكمان كنا. ألو، يبدو انقطع الاتصال. أستاذ سالم، ممكن نعرف شو جديد حضرتك؟ والله الحقيقة عم نفكر هلأ وبشكل جدي إنه نحول مسلسل محمد الشامي لفيلم سينمائي، وقريبا إذا الله راد رح نباشر بتنفيذ هذه الخطوة إذا الله راد. فيلم سينما كمان؟ إيه؟ ليش لا؟
جائزة شو؟ مكتوب هون إنه فيلم محمد الشامي أخذ 4 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي، وهالجوائز على الإخراج والسيناريو والملابس، وسالم أبو ريشة أخذ جائزة أحسن ممثل. شو أبو سعاد؟ بين ما طلع لنا شيء. دخيلة، وشو بده يطلع لنا يعني؟ على القليلة يقلعوا عيوننا بشقفة جائزة، لعما ضربهم على هالشغلة. شو بكي أم سعاد؟ هاي الجوائز للفنانين بس، أنا فنان شي. بدك الصراحة بابا؟ أمي معها حق، يعني ليش متجاهلينك كل هالقد؟ أنا ما عم بعرف. لا دعوك على الندوة، ولا دعوك على حفل تكريم أسرة العمل، ولا في صحفي داس عتبة بيتنا، بقى ليش كل هالتجاهل والتقصير؟ ما عم بعرف. بابا، إذا هنن ما عم يتذكروني يصطفلوا، شو يعني؟ روح أنا لعندن وقل لهم ليكني أنا محمد الشامي المجاهد. بعدين أنا ما حاربت ضد فرنسا مشان اتبروز واطلع على التلفزيونات وينحكى عني هون وهون. أنا عملت واجبي بابا، عملت واجبي اتجاه وطني وبلدي، يعني ماني مني على حدا. بقى يصطفلوا إن تذكروني أو إن ما تذكروني ما بتفرق. بابا، مو مكتوب إمتى رح يعرضوا الفيلم عنا؟ بلا بابا، الافتتاح الخميس الجاي بصالة سينما الرازي. ايه اخي ابو سعاد، ما بدنا نحضر هالفيلم بمعيتك. ليش لا؟ منحضره. امتى؟ امتى ما بتكون؟ اصبح اليوم المساء، منروح على حفة الساعة 6. ماشي ابو سعاد؟ ماشي، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. يا اخي، اللي بيحضر مع بطل الفيلم غير شكل. شو قصدك؟ مين بطل الفيلم؟ ايه انت سيدي، مين بده يكون لك؟ لا يا جماعة، غلطانين كتير. أنا مو بطل الفيلم، البطل هو سالم أبو ريشة، هو يلي تشرت بالجبال والبراري، هو يلي أكل ورق الشجر لما جاع، هو يلي حارب المستعمر الفرنسي وتصاوب 4 مرات، وهو يلي خطف ضابط فرنسي وسحبه من قلب الحامية مثل ما بيسحب الشعرة من العجين، هو اللي انحكم بالإعدام حكم غيابي، هو اللي روح المستعمر الفرنسي مو أنا، هو البطل سالم أبو ريشة مو أنا. مو أنا. يا سلام، شي حلو كثير ما شاء الله. انتظروني هون حتى أدبر لكم محلات. إيه؟ نقيهم بالصف الاول. ها لا، شو الصف الاول، انت الثاني. شو فايتين على المسرح؟ نحن بالمسرح بيعدوا بالاول مشان يشوفوا، بس السينما لازم يقعد الواحد بالصف الاخراني بيشوف احسن. اصبح نقيهم بالصف الاخير، ما مشكله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. شو أبو سعاد؟ حجزت لنا محلات؟ ما في محلات يا أبو مصطفى، ما في محلات. محل منوب، يبدو انه هذا الممثل مو بس لعب دوري، اخذ محلي كمان.